طيب الناقد الرياضي الكبير استاذ حسن السكاوي، اولا مساء الخير. مباراه ولا اروع، مباراه للتاريخ، ولكن تستحق الارجنتين الفوز بكاس العالم؟ طبعا تستحق اكيد، لانها كانت متفوقه لمده 80 دقيقه تقريبا او 75 دقيقه من المباراه الوقت الاصلي، وكانت سيطره تماما، ولكن فرنسا البنالتي، ثم طبعا المعجزه كيليان عمل جون تعادل. لكن الماتش قلب بقى طبعا، شفنا سيناريو يعني مش ممكن حد كان يتخيله ابدا، ان المباراه تنتهي 3-3 ثم ضربات جزاء. نهايه عظيم جدا جدا، زي البطوله بالظبط. البطوله من اعظم، هي الحقيقه اعظم بطوله في تاريخ كاس العالم. اعظم بطوله. طبعا بما فيها بنتكلم على ايه؟ مشاهدة، بنتكلم على حضور، بنتكلم على تنظيم، بنتكلم على ترتيبات، كل حاجة، منتخبات، كل حاجة، كل حاجة، يعني المفاجآت الكثيرة، الأداء، المستوى، المباريات، التوقعات اللي اتقلبت، الكبار اللي خرجوا، التطور اللي حصل لأفريقيا، المغرب، قصة البطولة الجميلة، أفريقيا، كوريا واليابان لما عملوا مفاجآت. كان في 4 دقائق مجنونة جدا في مباراتي كوستاريكا والمانيا واسبانيا واليابان. كل دي حاجات، والمباراه النهائيه يعني لم تكن هناك مباراه واحده تستطيع ان تتوقع نتيجتها من اول مباراه السعوديه مع الارجنتين الى هذه المباراه. ده جزء من المهم جدا من المتعه، يعني انك مش يبقى قيمه الكوره وحلاوتها انك ما انتش عارف مين ممكن يكسب من الفرقتين اللي قدامك. طبعا بقى غير بقى التكتيكات والايقاع السريع والشغل الفني، انما ده طبعا كان حقيقي حاجه جميله جدا يعني. والارجنتين النهارده حتى عملت 70 دقيقه مزيكا، اللي عملوا كوره حلوه جدا. قبل الجون الاولاني لفرنسا، ايه اللي غاب على فرنسا النهارده؟ يعني منتخب فرنسا النهارده اختفى زي ما حضرتك بتقول لمده 80 دقيقه تقريبا. لم يعود الا مع ضربه جزاء اللي سجلها امبابي، ثم هدف التعادل ايضا اللي سجله امبابي بعد 4 دقائق ايضا في الدقيقه ربما. طبعا لا، الارجنتينيين كان عندهم اراده الفوز اكتر. كان بص تلاقيهم كلهم بيعيطوا، يعني كسبانين كاس العالم، كل الناس قاعده بره. الاحتياطي دي ماريا عمال يعيط. دي مشاعر تقول لك قد ايه هم كانوا عندهم عزيمه وتصميم وقرار ان هم ياخدوا البطوله، لازم ياخدوها. فكان في نضال وكان في كفاح وكان في اراده. وبعدين المبادره يعني هي اللي لخبطت الفرنسويين. الارجنتينيين اخذوا المبادره على طول، هم اللي هاجموا، هم اللي سيطروا، وكانت الكره معاهم معظم الوقت، حتى الاستحواذ كان معاهم معظم الوقت. فرنسا ضيعت كوره في اخر ثواني من الدقيقه 119، كان يخلص. طبعا طبعا، ما ده المتعه، دي حاجه يعني خيال. يعني لو واحد كتب، مؤلف كتب سيناريو، انا هقول عليه بيخرف. سيناريو اتوقع اللي حصل بيخرف. محدش يتوقع السيناريو ده، محدش يتخيله. بالفرص اللي ضاعت، بالاهداف اللي جت، بالصراع اللي موجود، باللعب والكره الحلوه. الحقيقه يعني الكرة حاجة عظيمة جدا، ما هيش مجرد لعبة يعني الناس لازم تفهم ده. امبابي وميسي النهاردة، امبابي يعني الصاعد جاي بمنتهى قوة الصاروخ زي ما بنقول كده، لاعب قوي جدا جدا، يرقص ويسجل ويعني عنده إصرار. طبعا يعني، وهعمل هدف رائع، هدف مذهل يعني، بتصويبه او تسديده مباشره في وقت قاتل جدا، عمل 3 بنالتي بشكل عظيم قوي. لعيب طبعا المستقبل ليه، هو ده اللي هيورث عرش ميسي وكريستيانو رونالدو. مين النهارده 10 من 10؟ محمد صلاح وهالاند والناس دي يعني. نعم، مين 10 من 10 النهارده؟ لا، 10 من 10 ميسي. ميسي يعني رغم ان هو ما بيجريش كتير قوي دلوقتي، انما بيعمل شغل في غاية الأهمية. دي ماريا طبعا كان هايل، 9 من 10. أنا مش عارف هو ليه طلعه يعني سحبه بدري، يعني كان ممكن يطلعه بس مش بدري قوي كده. لا الحقيقة يعني
كان في لعيبه عظماء جدا يعني، يعني حاجه جميله جدا، الواحد مستمتع. كره هتوحشنا. كره هتوحشنا، ليه؟ ما احنا عندنا الدوري اهو راجع. طبعا يعني، ما طبعا الدوري برضو جميل، حاجه عظيمه جدا، بس الكره دي، بس الكره دي هتوحشنا. الكره دي او تانية، يعني الكره حاجه الحلوه تانية. دي هتوحشنا. بنشوف كره تانية. هنحل بقى، هنحدى بقى بعد الحلو الكتير ده. يعني شويه ترشي في الواحد عشان بيجزع يعني من الكره الحلوه. ايه اللي استفدناه او نستفيده من بصراحه هذه البطوله، ومن كمان المغرب الاداء الرائع، وصول المربع الذهبي، واحنا كمنتخبات عربيه محتاجين نعيد حسابات كتير عندنا. اولا المغرب طبعا ادت درس، احنا بقالنا مش عايز اقول لك كام سنه، يعني 90 سنه 90 سنه من ساعه ما كاس العالم اتعمل، واحنا بنقول يعني الانتصار التاريخي والحاجه العظيمه ان احنا نوصل كاس العالم. انا بصراحه طول عمري بقول مش مهم نروح كاس العالم، الاهم لما نروح كاس العالم نلعب كوره في كاس العالم. المغرب ادانا الدرس ده. طبعا في فرق تانية كمان، كوريا واليابان وفرق كتيره والسعوديه، كل ده ادانا دروس. بس منتخب المغرب عشان كمل لغايه السيمي فاينل، وده حاجه تاريخيه يعني. احنا الاوروبيين والامريكان والامريكا اللاتينيه دول مش اشباح يخوفونا. احنا دايما خايفين من الشبح ده. ليه؟ احنا عندنا ثقه في نفسنا، عندنا طبعا حاجات مش موجوده ودي لازم تبقى موجوده. لكن كمان اكتر حاجه عندنا عملنا مشكله هي الخوف والرهبه من المنتخبات الكبيره. لازم نتعلم ان احنا نلعب معاهم. ده مبدئيا يبقى ما عندناش هذا الخوف. عشان يبقى ما عندكش الخوف لازم تكون بتجري كويس، بتتدرب كويس، في علوم وتكنولوجيا بتستخدمها في الاعداد بتاع اللعيب، حاجات كتيره جدا لازم تتعمل. فمعدلات الجري دلوقتي كبيره جدا، ومعدلات الجري كمان مش الجري مسافات طويله 10 كيلو 12 كيلو، لا المسافات القصيره. اللعيب كويس، الدولي كبير، السرعه، النقل، الكره السريع. نعم، حاجات كتيره قوي. في درس بيقول ان احنا نقدر، بس لازم نستفيد، ولازم نفتح الباب للناس للعيبه تحترف. الموضوع ده احنا اتكلمنا فيه كتير. استاذ حسن من سكاوي، صوت صوت معانا. الو، كلنا لازم نشتغل مره واحده علشان نطور من الكوره بتاعتنا. كل التحيه لحضرتك مره تانية، وكل الشكر للناقد الرياضي الكبير الاستاذ حسن المستكاوي. زي ما احنا